حقيقة رحيل ياسين بونو إلى فريق برشلونة الإسباني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكدت أحد الصحف الإسبانية أن برشلونة يبحث عن بديل لتير شتيغن، الذي في ظل تذبذب النتائج برشلونة يفضل هذا الأخير الرحيل من البعثة الكتالونية في يناير. وأكد خوان لابورتا ووكيل أعمال برشلونة إعجابهم واهتمامهم بالدول المغربي ياسين بونو حارس فريق إشبيلية الإسباني، ووضعه هذا الأخير من بين أهداف رئيسية للنادي رفقة المغاربة المزراوي وزياش في حال رحيل تير شتيغن. والسبب الرئيسي اللي يخلي باصة تجيب بونو هو القيمة السوقية تاعو أو القيمة الجزائية التي لا تتعدى 15 مليون يورو. يعني في ظل أزمة برشلونة الحل الوحيد عندها لتدعيم خط حراسة المرمى هو ياسين بونو، وكذلك القيمة السوقية ديالو اللي ما كتعداش 15 مليون يورو.